السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، وخبر جديد حصري أول مرة تسمعوه. زوج ابنة سهير البابلي بيقول حالتها حرجة جدا وبعض أجهزة الجسم توقفت. كشف الدكتور رضا تعيمة الداعية الإسلامي وزوج نيفين الناقوري ابنة الفنانة سهير البابلي تطورات الحالة الصحية للفنانة الكبيرة، مؤكدا أن حالتها حرجة جدا. وقال تعيمة في تصريحات أن الفنانة الكبيرة منذ أيام تعرضت لاضطراب في معدلات السكر وتودت وأدت الصلاة وبعدها دخلت في غيبوبة سكر، قائلا الحاجة سهير دخلت الغيبوبة وهي على وضوء. وأوضح زوج ابنة الفنانة سهير البابلي أن حالتها الآن حرجة جدا، حيث توقفت بعض أعضاء الجسم عن العمل، قائلا هي الآن بين يد الله وندعو أن يتغمدها برحمته. وأضاف تعيمة الحاجة سهير حالتها الآن حرجة جدا جدا. وتابع كانت مثقفة ومفكرة وعبقرية ومواطنة مصرية صالحة ومخلصة تمثل المرأة المصرية، ووقفت في وجه أعداء الوطن وأيدت الرئيس السيسي، وكانت نموذج أصيل حريص على الهوية والانتماء المصري، وتحالفت مع الدولة المصرية في شدتها، وأعلنت دائما موقفها بشكل واضح، وكان تدينها تدين وسيط لطيف ليس به تشدد. وأكد تعيمة أن حالة شيحة تلازم الفنانة سهير البابلي وتجلس إلى جوار سريرها ولا تفارقها هي وابنتها نيفين وأحفادها سارة وياسين، ربنا يشفيها يا رب.